قبل برضو ما ندخل مع حضراتكم في تفاصيل حلقة النهاردة مفيش شك إنه يوم مميز، يوم الشهيد، فطبعا تحية تقدير وإجلال واحترام وامتنان لكل أسرة مصرية ولكل بيت مصري في يعني فقد حد من أبنائه، وفي بعض الأحيان فقد أكتر من ابن من أبنائه. يعني طبعا شيء محترم جدا جدا جدا، والحقيقة أي كلام مش هيبقى له معنى قصاد هذا النوع من التضحيات. احنا بنتكلم على الجنود المصريين بصفة خاصة اللي طول عمرهم بيقدموا بطولات، بالمناسبة إلى يومنا هذا يا نهاوند يعني بتدرس في كل معاهد وأكاديميات العالم العسكرية، فطبعا تحية لروح كل شهيد. وكمان تحية للأم بقى، شوف هنا بقى نربطها بالأم طبعًا. لأن احنا امبارح كنا لسه بنتكلم عن اليوم العالمي للمرأة، إن احنا شفنا لقاءات كتيرة جدا قبل كده في الإعلام مع زملاء مختلفين، ويمكن أنا كمان كنت من الناس اللي عملت لقاءات مع أهالي شهداء. قد إيه الأم لما تتكلم معاها أم الشهيد بتقول لك أنا لو عندي ابن تاني هوديه، هوديه عشان البلد، هوديه عشان مصر. فروح جميله جدا، ما اعتقدش في ام يمكن في الدنيا بالاحساس ده او بالروح دي. ربنا يخلي لنا كل امهاتنا يا رب، ويرحم كل الشهداء. الحقيقه يعني موقف زي كده الواحد بيبقى واقف عاجز، طب هترد ما عندكش حاجه تقولها فعلا. ايه ده ايه الفدائيه دي، وايه حب البلد دي، وايه الاسر اللي ربت ولادها على الرجوله وعلى تحمل المسؤوليه صح. وعلى الفدائيه بالمعنى الحرفي. احنا بنتكلم على انتحاريه في بعض الاحيان، بقول لك قصص بتتحكي في كل ما اكاديميات العالم العسكريه الى اللحظه اللي احنا فيها. فطبعا يعني اي كلام مش هيبقى بنفس قيمه اللي يعني وجود شهيد في كل بيت يعني او في اي بيت من البيوت المصريه. فطبعا يعني تحيه وتقدير واجلال.